ونطير معك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح، خليك ليلي يا سالي ونطير معك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وانا وبلاك فانا شتاني في الرزانة، صفت قلب الحنانة البنات. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. البنات اليوم غدا نقدم معكم واحد الكاب كيك اللي كيجي محشي بالشوكولاتة، رائع البنات. كنتمنى هاد الوصفة اللي غنقدم معكم اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش البنات من لي لايك ومن البارتاج باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. نبداو البنات على بركة الله. شنو عندي في المقادير؟ اول حاجة عندي نص كاس الحليب، واحد نص كاس الزيت، ونص كاس ديال السنيده، والدقيق البنات حسب الخليط. عندي فانيا، وعندي جوج خمارات، وعندي واحد المعلقه ديال الكاكاو. البنات غديروا غير جوج بيضات، انا عندي البيض صغيور كما كيبان لكم، رانا درت ثلاثه. وعندي هنايا البنات بيبيت شوكولا للتزيين، وعندي البنات هاد الشوكولات ديال الدهن، يعني تقدروا تستعملوا نوتيلا اي شوكولاته ديال الدهن اللي غنستعملوا في هاد الكاب كيك اللي محشي بالشوكولاته. انا غنستعمل ليه هاد النوعيه ديال هاد الشوكولاته ديال الدهن، كتجي لذيذه البنات. المهم بداو على بركه الله. غناخد البول ديالي فاش غنخدم، غندير الزيت، وغادي ندير البنات البيض. المهم البنات كما قلت لكم ديروا نتوما، ما ديروش بحالي، انا عندي البيض غير صغيره البنات، ما عنديش كبير. ديروا غير جوج بيضات، كان عندكم صغير بحالي ديروا ثلاثه. عندي ثلاثه البيضات. عرفتي البنات هذا الكاب كيك كيجي رائع، غادي تعتمدوا عليه اكيد، غيولي هو المعتمد عندكم في المنزل ديالكم. عندي نص كاس ديال السنيده، وغندير نص كاس ديال الحليب، صافي. وغنطلع كلشي بالباتور، ما ننساش البنات واحد الفانيا، واحد القبيسه الملح حتى هي، وغنطلع كلشي بالباتور حتى يطلع ليا مزيان، ونتبعو بمرحله بمرحله البنات. صافي هنا البنات غادي ندير واحد القبيسه ديال الملح باش تصحح لينا داك الذوق ديال الحلاوه. صافي وغناخد الباتور ديالي، وغنطلع هاد هادشي كامل غنطلعو، وعاد غنزيد الدقيق البنات. المهم تبعوا معايا الطريقه بمرحله بمرحله. صافي البنات هنا بعد ما خديت طلعت هاد البيض الثاني دو شي ديال الكابكيك، صافي هنا غادي ناخذ هاد الغرفه اللي خلاتو فيه الخيط وهاد الشيء ديال الحلويات. هنا غناخذ معلقه ديال القلب ديال هاد الجوج اللي كيتكون فيها هاد الخبز، وانا غنغرفش هاد البنات نشوفوا القوام ديالو كما كيبان ليا. دابا غنزيد قبل ما نضرب هذاك الدقيق، غادي نزيد البنات هذيك المعلقه ديال الكاكاو حتى هي غادي نديرها. وغادي نزيد البنات الخماره حتى هي كما كيبان ليكم. هنا البنات الخمارة ضروري كتبغي تفايا تغربل باش ميكونوش كدوك الكويرات البنات. صافي دابا غدا نطلع مزيان هاد الكاب كيك ديالي، ونوريكم الطريقة كيفاش غدا نحشيه بالشوكولا.
صافي البنات هنا، صافي البنات هنا بعد ما وجدي الخليط ديال الكاب كيك ديالي، صافي دابا غادي ندوز نوريكم كيفاش غادي نحشيه بالشوكولا البنات اللي كيجي رائع. نتمنى هاد الفكره تنال الاعجاب ديالكم. صافي البنات هنا غنحطو على جنب. هنا غادي ناخذ البنات هاد ليمول هادو ديال لي كاب كيك، صافي وغناخذ هاد الكويطات ديال الكاب كيك البنات على هاد الشكل، صافي وغنديرهم هنايا هكا على هاد الشكل حتى نكملهم كاملين ان شاء الله، وغنوريكم الطريقه. هنا صافي البنات دابا غندوز نوريكم الطريقه. هنا غناخذ تقريبا غي هكايا معلقه ما عامراش ديال الكاب كيك، وغادي نحطها الوسط هكايا بنت ليا ناقصه. انا غنزيد عاوتاني واحد شويه تقريبا غنديروا معلقه على هذا الشكل صافي. وغناخذ البنات انا نوريكم غير الطريقه، وغناخذ واحد عاوتاني واحد المعلقه صغيره ديال الشوكولاته ديال الدهن غنحطها هكايا في الوسط، وغاوتاني غنزيد واحد المعلقه اخرى ديال الخليط ديالنا ديال الكاب كيك على هذا الشكل. كيجي الصراحه رائع يا البنات هذا الكاب كيك، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم البنات صافي. وغادا ناخذ هكا هاد لي بيبي د شوكولا غنديرهم فوق منه على هذا الشكل صافي. هذه هي الطريقه ديال هذا الكاب كيك المحشي بالشوكولاته البنات صافي. دابا غندوز نعاود معكم وحده اخرى. ما تنساونيش البنات من اللي لايك ومن البارتاج باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. دمتم في رعاية الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.